ترامب لو فاز هيخلي الائتمان الضريبي على الأطفال 5000 دولار. هارس هتخلي 6000 دولار. أهم حاجة لاقتصاد أمريكا من وجهة نظر ترامب هو فرض جمارك 100% على أي دولة تفكر تستغنى عن الدولار. بس ده هيزود التضخم على فكرة، عشان كده هاريس هتعمل قانون جديد ضد رفع أسعار الأغذية والبقالة، وهتفرض عقوبات على الشركات اللي هتنتهك قواعد زيادة الأسعار. كمان هتحط سقف سنوي 2000 دولار على التكاليف اللي هيدفعها الأفراد من فلوسهم لشراء الأدوية، وهتقدم دعم على شراء المنازل لأول مرة بقيمة 25,000 دولار، عشان الأهم بالنسبة لها هو الطبقات المتوسطة والفقيرة. بس ده هيزود العجز في أول 100 يوم بس بحوالي 1.7 تريليون دولار. ترامب بقى مهتم بتنشيط الاقتصاد، فهيقلل الضرائب على الشركات والمصانع ل 15% عشان يشجعهم على الشغل في أمريكا. هاريس طبعاً هتعمل العكس، هتقلل الضرائب على اللي دخلهم أقل من 400,000 دولار وتزودها على الشركات ل 28%، وده هيرفع الإيرادات بحوالي 4.3 تريليون دولار. Thank you.